السودان الأيادي الخفية. هناك أيادي خفية أجنبية وهي بعضها سوداني وهي تجمع مصالح. هذه المصالح يمكن أن تخدم بطريقة إيجابية ويمكن أن تخدم بطريقة سالبة. التدخل الأجنبي حيؤدي لبلدنا تحويلها للصراعات الدولية. نظرية المؤامرة في داخل السودان غير متوازنة. ونصف إن عملت حكومة يتم ضبط كل هذا العدد. تعصب قبلي، صراعات دموية، توترات أمنية، استقطاب سياسي، انسداد في الأفق واقتصاد متدهور. هذه بعض ملامح دولة تملك الموارد الغنية والتعداد السكاني الكبير، ولكن بالرغم من ذلك تعيش أسوأ أوضاعها. فهل الظروف التي يعيشها السودان هي محض صدفة؟ أم أن هناك أياد خفية تقوم بكل ذلك؟ أنا ضد نظرية المؤامرة، ضد نظرية أن هناك من يعمل تحت الخفاء، خاصة ونحن في عالم الآن منفتح، يعني كل المعلومات المنتشرة على الأسير، كل الأشياء مفتوحة، يعني ليست هناك مساحة لما هو تحت الطاولة. نظرية المؤامرة في داخل السودان غير متوفرة، لذلك في تقديري ليست هنالك أيادي سودانية وطنية تعمل على جر البلاد نحو الخارج أو تنفيذ أجندة خارجية. كل الذي يحدث هو تغاطب مصالح على السلطة. نحن في السودان بنعتبر نفسنا دولة عندها وضعية خاصة، وضعية جيوستراتيجية خاصة جدا، خاصة فيما يتعلق بحوض النيل وما يتعلق بالقرن الأفريقي وما يتعلق بالجزيرة العربية. كل هذه الجهات مجتمعة عندها مصالح داخل السودان، هذه المصالح يمكن أن تخدم بطريقة إيجابية عن طريق إنشاء علاقات مشتركة بيننا وبين هذه الدول، تخدم مصالح هذه الدول وتخدم مصالحنا نحن، وهذا الشيء الطبيعي الذي يجب أن يجري بين الدول. بدأت الثورة السودانية في العام 2018، وفي ديسمبر تحديداً بدأ الحراك بشكل متصاعد تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية. ولم يكن هناك شيء غريب يلحظ باستثناء محاولات النظام وقتها تبرئة القوات التي كانت تتهم بتصفية المتظاهرين وباعتقالهم وتشويه صورة مشروعهم الثوري. ولكن تسارعت الأحداث بشكل دراماتيكي أدى لبداية اعتصام مفتوح في القيادة العامة للجيش صبيحة 6 أبريل للعام 2019، وذلك بعد أن انتشرت دعوات له على المنصات الاجتماعية تدعو الجماهير للقيادة العامة. أدى اعتصام القيادة لتسلم الجيش لزمام الدولة وعزل رأس النظام، ولكن لم تنتهي القصة، بل بدأت قصة أكثر تعقيدا، وخصوصا بعد أن بدأ الحوار بين المدنيين والعسكريين حول إدارة المرحلة الانتقالية. لم يكن أحد يعلم شيئا عن ذلك الحوار غير المؤتمرات الصحفية التي كانت تطلق من الجانبين، بمعنى أن الاجتماعات كانت مغلقة وغير مفتوحة لوسائل الإعلام، فلم يكن أحد يعلم عن الذي يدور غير الذي يصرح به المتحدثون بعد انتهاء الاجتماع. فهل الأمر سوء تنسيق في وقت حرج؟ أم أنه أمر قصد بعناية لإخفاء أمور معينة؟ السياسة أنت بتأخذ حاجاتك حتة حتة، لأنه إذا كانت الدولة العميقة عندها المال والناس الموالين لها ماسكين المال والسلاح عندها هي ذاتها، أنت حشيلة منهم كيف؟ شراكة المدنيين والعسكريين، الملف الحرج. يعد ملف شراكة المدنيين والعسكريين من الملفات الأكثر سخونة منذ العام 2019، فبعد توقيع الوثيقة الدستورية بدأت فعليا مرحلة الشراكة المدنية العسكرية التي بدأت مهددة بالانهيار بفعل حالة انعدام الثقة بين الطرفين والتحشيد السياسي، إضافة للظرف الاقتصادي السيء في السودان.
لم تصمد تلك الشراكة بكل منعطفاتها، ولم تشفع لها الأوضاع العامة، فانهارت في 25 من أكتوبر للعام 2021، فبدأ الجميع في رحلة البحث عن مخرج جديد. فما هي الأسباب التي تدفع بالمدنيين والعسكريين لفض الشراكة والبحث عن مخرج لإعادتها أكثر من مرة؟ منذ اندلاع ثورة ديسمبر لم يكن هنالك رضا، سواء كان محلي أو إرموني أو دولي، باعتبار أن تضارب المصالح وتقاطع السياسات في المنطقة لم يكن هنالك رضا على هذه الثورة. العقل السياسي السوداني عقل أيديولوجي، سواء كان يساري أو يميني، اثنين والاثنين ما عندنا. نحن في السودان عقل سوداني حقيقي، كل يحاول أن يكسب مصالحه الخاصة، بمعنى ليس هناك اهتمام بالسودان كوطن كأرض كهوية. نحن الآن نحن 4 سنوات انتقالية ما فيها أي انتقال. نحن يعني في بعض الناس في الشارع السوداني يقول لك والله احنا للبشير، واحد يقول لك احنا للغازي. علاقات السودان الخارجية، من الصديق ومن الحاكم؟ أكبر متدخل لإحداث اضطراب وحالة لا استقرار في السودان هي مصر. في تصوري أنا أنه يعني السودانيين بصورة عامة هم ناس وطنيين، ومستحيل يكون هم جزء من مؤامرة ضد بلدهم. إذن لا مساحة للتخوين ولا مساحة لمن يجرنا إلى المزلق، ما في هذا الكلام، هذا الكلام فقط شغل سياسي لا أدل. إحدى أبرز نقاط الجدل في السودان هي ملف علاقات السودان الخارجية وحدود وصلاحيات دول العالم في المشهد السوداني، فهناك من يرى أن لا شيء يذكر في هذا الملف، وأن كل شيء يسير على ما يرام، وأن وضع السودان الحالي يقتضي نشاطاً زائداً في علاقاته مع المجتمع الدولي. ولكن هناك رأياً تحليلياً يستند على وقائع حقيقية يظهر أن هناك تدخلاً خطيراً في الداخل السوداني أعطى كثيراً من الدول والسفارات حقاً لم تكن لتأخذه لولا التراخي المتعمد من السلطة. فمنذ انتشار صور السفراء ودعواتهم للمواطنين للتظاهر وتصريح الدبلوماسيين عن الشأن الداخلي في السودان، والأنباء عن موظفين يعملون في سفارات أجنبية ويتنافسون على الوظائف العامة في الدولة، وصل السودان لمرحلة أصبح المزاج السياسي لا يميل لرأي إلا إن جاء من الخارج. فهل ما يحدث هو أمر طبيعي؟ أم أن هناك من يبيع قرار بلده وسيادة أرضه كما يصف البعض؟ يعني هسع التدخلات المصرية الأخيرة مزعجة جدا، واضح أنه مثلا صلاح قوش لما انطلع من هنا مشى قاعد في مصر، دي مشكلة حقيقية أنا بعتقد. مثلا زي ناس الاتحاد الديمقراطي، يعني هم علاقاتهم طيبة جدا مع مصر، وأصلا في البداية هم كانوا بيدعوا لوحدة وادي النيل ولوحدة السودان ومصر، فقربهم من مصر لا يعتبر خيانة للوطن ولا كده. وبدت التدخلات من عدة مناصب، اجتماعات في بيت السفير الأمريكي، في بيت السفير السعودي، التدخل من الأمارات، تدخل من المصريين، تدخل من السعودية، وهكذا تدخل من الترويكا، تدخل من الأمريكان، وكل هذه الموضوع في الآخر أدت لما يعرف باتفاق الوقع يوم 5 ديسمبر الماضي. النظام السابق، أين اختفت الواجهات؟ يتساءل كثير من المراقبين للمشهد العام في السودان عن مصير نظام الإنقاذ الذي قاد البلاد لـ30 عاما كاملة، ويشبهونه بكثير من الأنظمة التي حكمت دول الربيع العربي ولم تسقط أنظمتها بشكل مباشر، بل ما كان يسقط هو رأس النظام وإدارته البارزة. ولكن هل كان النظام في السودان عميقاً كل هذا الحد كي يتمكن من التخفي كل تلك المدة؟ وهل النظام السابق يد في التدهور السياسي والأمني والاقتصادي الكائن منذ العام 2019؟ والسؤال الكبير، أين اختفت واجهة النظام السابق؟
خلال الثلاثين سنة بتاعت حكمه عمر البشير وما أعقبه من الحكومات، ما وقع من اتفاقات لم يعرض أي اتفاق من هذه الاتفاقات لشعب السوداني شروطه شنو. كل ما نسمع به هو أنه يعقد اتفاق مع دولة من الدول يدوها أراضي لمدة 99 عام، ما بنعرف شروط شنو. السياسة فن الممكن، السياسة تحول مع ما هو متغير. صحيح في طموحات، ولكن الطموحات ذات السقف انت ما بتصله لانه انت ما بتملك ادواته، امتلك الادوات واسحب باتجاه السقف. ملف الاعلام، من يتحكم بالمشهد؟ السمة البارزة للثورة السودانية منذ بداياتها وللأوضاع السياسية في السودان بشكل عام هي مسألة تداول الأخبار والسرعة الفائقة في انتشار الأنباء والتحليلات والصور ومقاطع الفيديوهات. ولكن السؤال، ما هي نسبة الأخبار والمواضيع العامة التي تصدر عن مؤسسات إعلامية حقيقية؟ قام فريق البرنامج بتحقيق معلوماتي استند فيه على عدد من مصادره الخاصة وعلى رصد محركات البحث والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن مصادر المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي. فكانت النتيجة أن أكثر من 40% من الأخبار السياسية والاقتصادية في السودان هي أخبار مجهولة المصدر، والمؤشر الخاطئ هو ما توصلنا إليه في البحث، أن أكثر من 50% من تلك الأخبار التي تصدر عن منصات غير حقيقية أو مجهولة المصدر هي أخبار حقيقية في حدوثها بنسبة 100%. الضوء الذي في آخر النفق هو ما تطرحه الآن جامعة المغتربين. الآن نحن نطرح جامعة المغتربين المشروع الوطني. الضوء آخر النفق موجود الآن، هذه التسوية وهذا الاتفاق الإطاري سيقود إلى مناقشة القضايا العالقة، وأعتقد أنه في اليومين الماضيين كان هناك رغبة من عديد من الكيانات السياسية لمحاولة اللحاق بهذا الاتفاق الإطاري. الشعب السوداني مناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية فيها مصلحة الإنسان السوداني، وما لأن ضالة استمر أكثر من 100 عام وما زلنا نناضل، طالما الأمل موجود سننتصر. كده يا إخوانا، القوات دي يعني إحنا محتفظين بأعدادها الضخمة جدا وهي الموجودة الآن على الأرض، ونحن الناس الجو يتكلموا عادين دين نمازج. يا إخوانا، الأخ ذكر التقارب بيننا وبين مصر، وده من أهدافنا يا إخوانا ومن حقنا